محمد مطير. وانت ايه اللي جابك ميدان التحرير؟ والله جينا علاج وسياحه لميدان التحرير. عندكم هنا حاله؟ عندنا حاله طبعا. عنده ايه؟ عنده مرض فكين. احنا بنصور معه عادي. تمام كويس. ايه حالته؟ حالته الان متحسن والحمد لله كويس. اجرينا عمليه وافضل عمليه ومصر احسن، مصر احسن طب في مصر. لقينا العنايه ولقينا العمليه الصح في مصر. تمام. وشكرا شكرا لشعب مصر وشكرا للسيسي. سيسي لا مرسي. سيسي يا بي. وأنا. وأنت؟ أنت اسمك إيه؟ محمد. محمد أنت جاي هنا النهاردة ليه يا محمد؟ هذا ده معاي. بتتفسح في الميدان؟ تمام. باقي ماما. ماما. ماشي شكرا. يلا شكرا. اسمي عادل عبد محمد، من أوائل المتظاهرين ميدان 25 يناير و30 6. بنقول الشعب قام، الشعب قام، الشعب قام ومش هينام. يا سيسي قول للإخوان 36 عد أوام، 36 كان الحد والإخوان خربوها بجد. شد حيلك يا بلد، الإخوان خربوا البلد. اقفل على الحرية الباب، مرشد عار ورئيس كذاب. أهلا وعبد الناصر عايش، كان لبسهم طرح وغوايش. البلتاجي عايز إيه؟ بيشتم جيشنا كده ليه؟ يا بلتاجي يا خروف، جيشنا فوق الراس مرفوع، عمره ما خلى الشعب يجوع. جيشنا يا جيشنا عايش ومعيشنا. يلا يا سيسي خد قرارك، شعب مصر في انتظارك. في الميدان ملايين ملايين والإخوان هتشيل التين. ويا هشام يا أنديل، ليلتك سودة وزي التين. الجيش شوية الداخلية هنعمل شعب مية مية. الجيش شوية الداخلية مش هنسيبها الإخوانجية. الجيش شوية الداخلية مش هنسيبها إرهابية. الجيش شوية الداخلية مش هنسيبها للحرامية. الشعب قام، الشعب قام، الشعب قام ومش هينام. Thank you.